السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا رافع فيديو ده مخصوص في كذا قناة، يعني من دون ذكر اسماء، بيقول لك تصلح اللمبة الليد بالسلك المواعين. هي هتشتغل اللمبة الليد، يعني مثلا ديت في لمبة بايظة اهي، هيحط سلك المواعين وعليه حتة لزقاية هتشتغل، بس ده غلط، ده ممكن يسبب حريق في اللمبة والدوائر كلها وتمسك في البيت. طب ليه احنا نوصل للمرحلة دي؟ يعني السلك ده مجرد ما يشم اي شرار هيروح مولع. ليه انت توصل للمرحلة دي؟ طب ما في حل احسن وامن وافضل لمكوة اللحام. وفي فيديو انا كنت رافعه برضو، ورق المونيا ده امان برضو، ورق المونيا مش هيولع. تمام، هنا مكوة اللحام. تمام كده. ليه احنا نوصل للمرحلة احنا نولع في الشقة عشان خاطر لمبة؟ ليه يعني؟ لا، ما حدش يا جدعان يجرب الموضوع السلك مواعين ويصلح بيه اللمبة. نصيحة، ما حدش يجربها، نصيحة ما حدش يجربها. تمام، هدي اللي احنا عملناها دلوقتي، هنجربها مع بعضينا. ده كابل الاختبار اللي احنا كنت عامله بتاع السيريا. تمام، نقفل اللمبة. تمام، احنا كده قفلنا اللمبة، هنجربها بقى. تمام، احنا كده صلحنا اللمبة بطريقة آمنة جدا، مخدتش مننا أي وقت، مجرد بالظبط ثانيتين تلاتة. أتمنى يكون عجبك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.